بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جوله جديده من جولات استوديو الابطال. النهارده ان شاء الله ننقل لحضراتكم على الهواء مباشره الجيم الثاني او المباراه الثانيه في سلسله مباريات نهائي دوري السوبر لكره السله رجال موسم 23-24، والمباراه التي ستقام في تمام الساعه 8 باذن الله على صاله او الصاله الرئيسيه باستاد القاهره. الاهلي والاتحاد، المباراه الاولى انتهت بفوز نادي الاتحاد 71-69. المباراة الثانية النهاردة، وهي على الإطلاق دائما أبدا بتبقى المباراة الثانية في سلسلة المباريات بتكون الأهم على الإطلاق. طب ليه؟ فرضا أنت كسبت أو خسرت المباراة الأولى، فأنت المباراة الثانية لو أنت كسبان فبتعزز صدارتك، لو أنت خسران فأنت بتعادل النتيجة. إذا هي أهم مباراة في السلسلة بالكامل، المباراة الثانية مهمة جدا. فوزك النهاردة يعني المباراة اللي فاتت كأن شيئا لم يكن، لا قدر الله خسارتك النهارده فانت مطالب بفوز بثلاث مباريات متتاليه، والامر بيكون مش بالسهوله بمكان ان انت تفوز في ثلاث مباريات متتاليه في السلسله، بتبقى امور صعبه. يعني في الولايات المتحده الامريكيه في دوري الام بي اي بيكون بيست اوف 7، فبتبقى المباراه الثالثه هي الاهم. قبل ما اروح لمباراتي الحقيقه النهارده لازم اشير ل طبعا تكريم الكابتن محمود الخطيب لفريق الووتر بولو اللي كان معانا الحلقه الماضيه، والحقيقه احنا طبعا يعني كان لينا الشرف ان احنا نكرم هذا الفريق بعد الفوز بالدوري والكاس. طبعا دي لقطات من تكريم الكابتن محمود الخطيب، كابتن وائل عزت. طبعا هو فازوا بثلاث بطولات مش اثنين بس، الدوري والكاس هو الاشهرهم، ولكن البطوله الشاطئيه فازوا بها. كابتن غزاوي طبعا، كابتن محمد الجرحي، وكابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء، وده الفريق طبعا اللي تم تكريمه النهارده من الكابتن محمود الخطيب. الفرقه دي كانت معانا الاسبوع ده لو حضراتكم تفتكروا، كرمناها لانه الحقيقه حصل طفره كبيره في اداء هذا الفريق. كابتن وليد عزت هو المدير الفني وافضل مدير فني هذا الموسم في الووتر بولو بعد ما طبعا يعني ادى اداء وموسم جيد. فطبعا دي سلسله متكامله، وده من تاتي في اطار التكريم يعني المعنوي والتقدير المعنوي. دايما انت عندك يعني مراحل من التكريم والتقدير طبعا مختلفة، في تقدير مادي، في تقدير معنوي، في تقدير فني، أمور كثيرة جدا، والنادي الأهلي يعلمها جيدا، ومجلس الإدارة طبعا برئاسة الكابتن محمود الخطيب يعلمها جيدا، وكابتن خضر عودي طبعا في الصورة زي ما حضراتكم شايفين. فإذا اللي حضراتكم شايفينه كان قبليه طبعا كابتن محمود الخطيب موجود معاهم، وزي ما حضراتكم شايفين الورق والقلم، هنا الورق والقلم بتيجي نفس الكلام اللي اتعمل مع كرة اليد هو اللي اتعمل مع كرة الماء. انتوا شاركتوا في قد ايه؟ كسبتوا قد ايه؟ خسرتوا قد ايه؟ حساب. طب انتوا قدرتوا تكسبوا السنة دي، يبقى السنة الجاية نكسب كل حاجة برضو. طب حاجة راحت منا، لا السنة الجاية ما تروحش منا. يعني حساب من الأب يعني لأولاده بموسم طويل. طبعا أكيد دي لفتة يعني حبينا نشير إليها زي ما قلت لحضراتكم في اطار اهتمام كابتن محمود الخطيب والمجلس بالكامل في تقدير او تكريم اللاعبين او الفرق في نهايه الموسم. وخليني اقول لكم الاجتماعات دي مش بس بتحصل في وقت الفوز فقط، حضراتكم تفتكروا السنه اللي فاتت وكل المراحل اللي بتقابل الفرق بتقابل فيها مشاكل بيكون في هنا اجتماع مع كابتن محمود الخطيب وقعده ودراسه. يعني الاجتماعات اللي حضراتكم شايفينها او التكريمات او الاعداد زي ما بنقول يعني بلغه الرياضه ما بتجيش غير مش بعد المكسب بس، لا بتيجي في كل الاوقات، والدعم موجود طول الاوقات او طوال الوقت. كل ده طبعا تقديرا يعني من مجلس اداره لفرقه المختلفه. نرجع لمباراتنا النهارده الاهلي والاتحاد، ان شاء الله المباراه الثانيه. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، بس الحقيقه لازم ارحب بضيوف اللي منورينا في الاستوديو. كابتن محمد سلعاوي نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق وهداف دوره لوس انجلوس الاولمبيه، وايضا عضو لجنه انتقاء المواهب الحالي في النادي الاهلي. اهلا بك كابتن سلعاوي. اهلا بك كابتن هيثم، ان شاء الله تكون يوم جيد ان شاء الله. معانا احد نجوم نادي الاتحاد السكندري السابق وبوينت جارد وصانع العاب منتخب مصر، وكمان احد ابناء نادي الاتحاد وضيفنا العزيز كابتن امام عبد البديع او ميشو الشهير بميشو. كابتن ميشو منورنا. بنورك كابتن هيثم، انا سعيد جدا ان انا موجود معاكم يعني. وخليني اقول لك يعني امام عبد البديع دي يعني ما بعرفهاش كتير، انا فوجئت يعني لما بدات بطاقتك بقى تتبعت ونشوف البطاقه والحاجات دي كلها في التصاريح والحاجات دي فوجئت. احنا طول عمرنا عارفين ميشو، ما اعرفش الموضوع. لا ما فيش، لا من زمان يعني، حتى لما كنا مره كنا في المنتخب كنت قاعد مع علي الجلاني ايام الله يرحمه الدكتور عادل صبري. فالدكتور عادل صبري بيقول له انت معاك امام عبد البديع، قعدوا يدوروا مين امام مين امام مين، ما حدش يعرف في الاخر عارف، فراح بقى عامل لي اغنيه هو. ميشو منورنا يا كابتن. ربنا يخليك كابتن سلعاوي. اجي لحضرتك النهارده مباراه يعني مهمه صعبه، النادي الاهلي كان فيه اخطاء المباراه اللي فاتت، خلينا نعترف اخطاء يمكن كانت اغلبها دقيقتين الاخاره من ميسنج في فاول شوت،
من يعني قرارات خاطئه للعيبه كتير جدا في في الاخر، يمكن اخر 11 ثانيه كمان ما خدنا الكره من اول ملعب في الوقت ان احنا كنا منتظرين ناخدها في نص ملعبنا، دي ضيعت علينا 3 4 ثواني. مجموعه من الاخطاء كان اغلبها في اخر دقيقتين ثلاثه. شايف النهارده ازاي؟ شايف هل المباراه تتحمل اخطاء في التوقيتات دي؟ وشايف مباراه النهارده ازاي؟ لا هي طبعا مباراه في كلتا الاحوال صعبه على الفرقتين، لان المباراه الثانيه دي بتبقى هي حجر الاساس بالنسبه للبطوله، اللي لو الفريق اللي كسب المباراه الاولانيه يقدر يكسب المباراه الثانيه بيبقى عدى ب 75% بالبطوله يعني. لكن انا متوقع ان شاء الله النادي الاهلي النهارده يعمل جيم كويس، اعتقد ان هيكون في تصحيح لكم كبير جدا من الاخطاء اللي احنا تحدثنا عنها في الاستوديو اللي فات، اللي هي بتتمثل في طبعا الفرديه شويه في الاداء، الاخطاء اللي هي التيرن اوفر او تقليله، لازم يبقى فيه تقليل لعمليه التيرن اوفر، لازم يكون فيه تركيز في الفاول شوتينج، لازم يكون فيه استحواذ على السلتين، الريباوند يكون من نصيبنا، لان الريباوند بيديك فاست بريك تقدر تعمل هجوم سريع، بتقدر لازم نعطل الكره شويه لان الاتحاد من الفرق اللي بتعمل علينا فاست بريك سريع. عايز اقول كمان ان المباراه النهارده اعتقد تكون شبه مباراه كؤوس، ما تقبلش يعني ما فيش تعويض، ما فيش تعويض يعني. ما هم ثلاث مباريات وانت خسران المباراه الاولانيه. بالنسبه لل 11 ثانيه الاخيره اعتقد اللي احنا كان فيها كلام وكده، اعتقد من متابعتنا للمستر جوستي ان هو بيحب ياخدها من تحت الباسكت عشان يكون الملعب مفتوح قدامه اكتر ما يكون مزنوق في نص الملعب. فطبعا فلسفه مدرب، كل مدرب قد تكون خطأ بالنسبه للناس قد تكون صح بالنسبه لناس تانية، لكن انا عايز اقول ان لازم النهارده ان شاء الله يبقى في دفاع جماعي وهجوم جماعي، بلاش الفرديه، الفرديه من العوامل اللي كانت مأثره علينا في المباراه. المباراه كلها بتنتهي. خلينا اكلمك برضو، يعني شفنا على صفحات كتيره من جماهير النادي الاهلي المهتمه طبعا بالالعاب الاخرى ان هم يعني بينتقدوا شويه، ساعات بيكون ايهاب امين بيميل للعب الفردي في بعض الاحيان. لو انت موفق بتبقى الدنيا تمام، لو مش موفق بيبقى لعب فردي اكتر. انا شايف، هل شايف ده مهم؟ انا شايف لا انا شايف ان من حق الجمهور زي ما بيديك حقك لما بتكون نجم وبتكسب وبتكون في احسن حالاتك، من حقه برضو انه ينقد في الحاجه طبعا. ومعظم الجمهور اللي بيكتب في الالعاب الجماعيه وخصوصا كره السله تحس ان هو لديه خبره في او كثره مشاهده، فبيبقى لديه خبره في الموضوع. إيهاب أمين من أحسن لعيبة طبعا اللي جات في مصر وجات في النادي الأهلي، لكن الميل إلى الفردية يعني بيأثر على الأداء، لأن الباسكت بول مش لعبة فردية يعني، لعبة جماعية محتاجة أن الدفاع يبقى جماعي والهجوم جماعي. أي خلل في المنظومة بتاعت الدفاع أو الهجوم بيسبب ايزي باسكت او بيسبب باسكت بيبقى سهل، لان بتبقى الامور مكشوفه شويه. اشكرك كابتن سلاوي. كابتن ميشو، النهارده نادي الاتحاد داخل المباراه يعني مهم جدا بالنسبه له يفوز، عنده دوافع برضه، ولكن برضه النادي الاهلي النهارده نازل بقوه عشان يعوض او يعدل النتيجه 1-1. شايف مباراه النهارده ازاي يا كابتن؟ وهل احنا نظل حاله عدم التوقع موجوده، ولا ممكن تتوقع النهارده النتيجه ممكن تبقى شكلها ازاي؟ بص كابتن هيثم، هو الفرقتين النهارده محطوطين تحت وضع معين. نادي الاتحاد السكندري هي جايه له فرصه ان هو كسبان المباراه الاولى، زي ما انت قلت يمكن في بدايه الكلام، قلت اهم جيم هو جيم رقم 2، واهم جيم بالنسبه لنادي الاتحاد ان هو ده بيقرب نادي الاتحاد لتتويجه بالبطوله بنسبه كبيره. صحيح. بيخليه ليه نسبه كبيره ان هو خلاص كده هيكون باقي له 3 مباريات عايز ياخد منهم جيم، فنفسيا وهيديهم دافع، وبتبقى صعبه. انا متهيألي صعبه على النادي الاتحاد او على النادي الاهلي ان اي فرقه او اي نادي يعوض 2-0 دي يعوضها، وخصوصا الاهلي والاتحاد. نتكلم بصراحه، صعب ان اي فرقه من دول ان هم يخسروا 3 جيمات يعني ورا بعض، فده عنده دافع ان هو المباراه الاولى. النهارده النادي الاهلي لا، عنده دافع ان هو عايز يرجع لنظام البيست اوف 3. النهارده لو كسب كاننا مفيش اي حاجه، رجعنا كاننا بنرجع للبيست اوف 3 بدايه دوري تاني. فالنهارده الجيم هيبقى فيه صعوبه، رغم ان انا يعني انا برضو عايز اقول لك حاجه على المباراه الاولانيه اللي حصل. انا شايف ان الاداء الفني
سواء نادي الاتحاد او نادي الـ الاهلي مش هو على المستوى المطلوب من الفرقتين. كان ضعيف جدا جدا يعني مش هو يعني مش حتى الارقام لو بصيت انت يعني معلش النهارده لما نيجي نتكلم على فرقتين يعني اكبر فرقتين في مصر منتخب مصر تيجي في الفري ثرو فرقه شايطه 26 جايبه 16 وفرقه شايطه 23 جايبه 13 دي مش يعني النسبه صعبه جدا. انت يمكن المره اللي فاتت انت قلت دي نسبه لعيبه ناشئين يعني خلينا نتكلم هل دي الارقام مش هي الارقام اللي فعلشان كده بقول لك لا النهارده الجيم متهيألي حتى سوق الفن فنيات الفرقتين انا على ما اعتقد هيبقى افضل من الجيم الاولاني. اعتقد الرهبه والخوف برضو هيتشالوا مع الرهبه خو... واول جيم برضو كان مضغوط شويه النهارده مفيش حاجه خلاص النهارده النادي الاهلي هينزل متهيألي ليه دافع لان هيبقى البديل بتاعه بعيد شويه يعني النهارده خساره يبقى هو خلاص بدا يبعد نادي الاتحاد هيبقى يلعب بقى بارتحاء فالنهارده الجيم هيبقى متهيألي مختلف. الحته الثانيه كوتش سواء اجوستي او احمد عمر هيبقى ليهم حسابات ثانيه في حاجات احنا يمكن اتفرجنا عليها في بعض اللعيبه في لعيبه ظهرت كانت ممكن تاخد وقت اكبر سواء برضو في نادي الاتحاد او في النادي الاهلي لعيبه يمكن بيبو في نادي الاتحاد متهيألي هياخد وقت اكبر مهيب في النادي الاهلي الوقت اللي نزل فيه متهيألي هياخد وقت اكبر عزب الوقت اللي نزل فيه ما يعني انا متهيألي هيبقى فيه احداث من الاثنين مدربين تغييرات لازم تحصل علشان متهيألي مش هيمشي في نفس السيناريو. طب استاذنك يا كابتن ميشو معلش انا هضطر اقطعك وهنروح لاستاد القاهره الصاله الرئيسيه في استاد القاهره ومرسلينا طبعا الاعزاء نورهان طمان وروزان نصر عشان كما عودناكم ننقل لحضراتكم اجواء ما قبل المباراه. اتفضل يا طمان. برحب بيك يا كابتن هيثم وبرحب بكل ضيوفك الكرام وبرحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي وزي ما قلت احنا هنا من استاد القاهره طبعا لنقل فعاليات مباراه الاهلي والاتحاد والحقيقه انه ديربي الاهلي والاتحاد دايما في الباسكت ليه طعم خاص وبرحب بزميلتي العزيزه روزان نصر برحب بيك يا روزان. احنا هنا طبعا قبل انطلاق المباراه والاستعدادات طبعا ورانا على قدم وساق والحقيقه الاجواء كرنفاليه جدا يا روزان ويعني اجواء بقى انت كلمينا عنها. برحب بيك طبعا في البدايه كابتن هيثم وبرحب بضيوفك الكرام في الاستوديو التحليلي وبرحب ايضا بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان وبرحب ايضا بالزميله العزيزه نورهان طمان اللي بتشاركني اكيد تغطيه النهارده زي ما نورهان قالت من داخل طبعا يعني الصاله الرئيسيه باستاد القاهره متواجدين معاكم لنقل اكيد استعدادات يعني ما قبل مباراه الاهلي والاتحاد السكندري في المواجهه الثانيه او جيم 2 طبعا من سلسله بيست اوف 5 وطبعا زي ما احنا عارفين يعني نظام سلسله بيست اوف 5 هي لقاء الفريقين في خمس مواجهات واكيد اللي بيفوز بثلاث مواجهات او ثلاث مباريات هو اكيد اللي بيحقق اللقب. طبعا مواجهه قويه جدا يا نورهان يمكن للفرقتين سواء لنادي الاهلي او لنادي الاتحاد السكندري هو ديربي بالزبط. بطعم خاص الحقيقه بالزبط. الاهلي والاتحاد طول الوقت في الباسكت يا روزان يعني لا يقل متعه ولا متابعه الجمهور النادي الاهلي عن طبعا الغريم التقليدي نادي الزمالك اللي يمكن الاهلي طبعا صعد لمباراه اليوم على حسابه بعد فوزه بثلاث مواجهات. طبعا الاتحاد السكندري بقى تكلمينا عنه يا روزان. الاتحاد السكندري طبعا عارف كويس قوي ان مواجهه النهارده صعبه جدا بالنسبه له لان اكيد يعني فريق نادي الاهلي لا يهاب اي فريق يعني زي ما احنا اكيد متعودين وعارفين برغم قوه اكيد فريق الاتحاد السكندري ولكن كمان يعني عارف كويس ان هو بيواجه النهارده فريق قوي جدا في كره السله رجال يعني بالتحديد والاكيد انه كمان النادي الاهلي مستعد وعارف كمان انه النهارده مواجه فريق قوي جدا. يعني خليني اقول لك يا نورهان يمكن مستر اجاستي باش المدير الفني للفريق بعد طبعا المواجهه الاولى لنادي الاهلي يعني اتكلم مع الفريق في ميران الامس السبت طبعا اتكلم مع الفريق بالكامل على كل الاخطاء اللي وقعوا طبعا فيها في المواجهه الاولى ويعني علشان يتفادوها تماما في جيم 2 او في المواجهه الثانيه النهارده. بدانا الاهازيج اهو ورانا وجمهور الاتحاد متواجد والحقيقه الاصوات بدات تعلى وزي ما روزان قالت انه طبعا مستر اوجستي بوش كان ليه تعليمات فنيه خاصه والحقيقه انه المدير الفني يعني انا بشوف انه طول الوقت انا بقول ان مستر اوجستي بوش هو صفقه القرن للنادي الاهلي احنا طول الوقت مطمنين مع مستر اوجستي بوش حتى لو لا قدر الله اخفقنا في مباراه احنا بنبقى عارفين ان هو هيعود مره اخرى وهيبقى ليه تعليمات يعني اكيد مختلفه مع اللاعبين وهو في كيمياء كده كبيره قوي بينه وبين لاعبين النادي الاهلي يا روزان. عمليات الاحماء كمان يا نورهان يمكن بدات
من ساعة للفريقين، فالكل مركز جدا، الكل طبعا النهاردة عامل حساب كبير للمواجهة، والحقيقة كمان احنا كلنا متحمسين، سواء كمان الجماهير اللي هنا في الاستاد يعني تشجع الفرقتين، او كمان يعني المشاهدين والكل الحقيقة مستني مواجهة النهاردة جيم 2 ما بين النادي الاهلي وكمان الاتحاد السكندري. ولكن نورهان خليني كمان اقول القائمة اللي هتكون موجودة النهاردة كمان للنادي الاهلي: براندون، عمر عزب، ايهاد امين، عمرو الجندي، مروان سرحان، سيف سمير، مصطفى كيجو، كريم حاتم، محمود وليد، احمد مهيب، محمد ابو النصر، عمر عماد، وعمر طارق. كل التوفيق اكيد للنادي الاهلي. يعني شايفه كمان المباراه ازاي يا نورهان؟ بصي قبل بقول لك انا شايفه المباراه ازاي، خلينا نقول برده قائمه نادي الاتحاد اليوم: مايكل ديكسون، عبد الرحمن خالد، يوسف شحاته، هيثم كمال، احمد عادل دوله، محمد طه ميدو، انس اسامه، باسم الليسي، يوسف شوشه، احمد بيبو، وياسر صالح، وعلي احمد، وجاسر الكيكي. الحقيقه ان مباراه اليوم انا بشوف ان هي جيم يعني هيكون مش سهل ابدا، لانه الحقيقه انه التكتيك اللي بيلعب بيه دايما نادي الاتحاد امام النادي الاهلي تحديدا بيبقى الموضوع مختلف. يعني احنا لو شفنا وتابعنا نادي الاتحاد طول الوقت في كل مبارياته هتلاقي في تكتيك مختلف امام النادي الاهلي تحديدا. النادي الاهلي طبعا هو يعني صاحب اللقب او حامل اللقب، واكيد كل الفرق بتعمل له حساب، والحقيقه انه ايضا نادي الاتحاد في الباسكت كمان معروف ان هو غير القدم اكيد خالص، واكيد احنا برده طول الوقت بنعمل لنادي الاتحاد حساب. ولكن اتصور ان مستر اوجستي بوش هيعتمد على الدفاعات القويه جدا اللي احنا طول الوقت بنشوفها، وتعليماته بتكون على الخط مع اللاعبين، مع طبعا دقه التصويب اللي احنا برده طول الوقت بنشوفه، واللحظات الاخيره هي اللي بتبقى دايما عامل حسم في المباريات دي. يا رزاز طبعا بنتمنى كل التوفيق لنادينا اكيد النادي الاهلي في جيم 2 مواجهه النهارده امام الاتحاد السكندري. ونرجع لك يا كابتن هيثم اكيد نحتفل مع حضرتك ومع المشاهدين ومع الكباتن الكبار في الاستوديو بالفوز. عوده ليك مره نورهان. طبعا اكيد ورزان بشكركم شكرا جزيلا، الحقيقه غطيتوا لنا كل يعني اجواء ما قبل المباراه والتشكيلين، بحييكم الحقيقه. وزي ما حضراتكم شفتم الفريقين خلاص بيسخنوا، يعني بيتهيألي ان شاء الله دقائق معدوده وهتنطلق المباراه. وخليني برضو اعيد على حضراتكم المباراه تكون الساعه 8 باذن الله، والمباراه دي المباراه الثانيه باذن الله. ارجع لضيفي ميشو، يعني يمكن كنا بنتكلم من الفاصل ان برضو في ارقام كانت المباراه اللي فاتت، ايه ابرز الارقام اللي حضرتك بعد المباراه حتى لما قريت السكاوتنج كده على رواقه يعني في الفرقتين؟ بص يا كابتن هاشم، الارقام مش ارقام، ما اقول لك عشان كده بقول لك المستوى الفني مش هو المستوى المطلوب للفرقتين. ممكن الشد العصبي كان عامل كده، بس الناس تقول لك كده المشد العصبي لما يزيد انا مستواي يقل، بس في حاجات برضو يعني احنا ممكن نتكلم ممكن على نسبه مثلا الثري بوينت، ممكن نقول لها اعصاب وي وي وي، بس حتى النسبه انما الفري ثرو دي معلش يعني ما لهاش دعوه بحته العصب. حتى على فكره حتى التو بوينتس بصينا برضو للنسب، يعني نادي الاتحاد جاب 52% في التو بوينتس، برضو مش نسبه. النادي الاهلي 44% يا كابتن هاشم، انت بتتكلم برضو في تو بوينتس، يعني انت بتتكلم مثلا دي لياب واحد مجلي لياب، انت بتتكلم 38 جايب منهم 17، احنا بنتكلم برضو في لياب، فالارقام هل الشده توصل للارقام دي؟ عشان كده انا بقول لك المستوى المطلوب مش المستوى الفني مش هو المستوى المطلوب لجيم زي فرقه الاهلي او فرقه الاتحاد. الارقام هل الارقام انا اللي انا اتوقعه ان في الجيم بتاع النهارده متهيألي مش هنوصل للارقام اللي احنا شفناها، في ناس كانت بعيد، في ناس كانت بتلعب بطريقه فيها نوع من في الفرقتين من الانويه شويه، ودي اثرت بتاثر على نتيجه الفرقه من سواء في النادي الاهلي في لعيبه بتلعب الانويه شويه وفي بعض اللعيبه من النادي الاتحاد، فدي بتاثر. كل الكلام ده لازم يبدا يتراجع حساباته، مش الاهلي عشان النادي الاهلي مثلا خسر او نادي الاتحاد كسبان، نادي الاتحاد كسبان وهو في حاله سيئه، مش حاله كويسه، بس اللي ساعد ان يمكن الاهلي كان اسوء في الاخر اخر دقيقتين كمان ما كانش متوفق في كذا حركه. كابتن سلعاوي عايز اسالك سؤال، النهارده في النادي الاتحاد اربع لعيبه هم اللي بيبقوا شايلين العبء هجوميا، دولا وديكستون صح كده، ديكستون وعندنا وهيثم كمان وانس وهيثم كمان. فالنهارده الفرقه اللي بتبقى متوزعه قوتها الهجوميه على السناتر وعلى الجردات بره تبقى فرقه خطر. يعني النهارده يعني مثلا احنا الماتش اللي فات في الاهلي اللي كان اكتر كان الجردات، السناتر كانت بعيده ما عدا مصطفى كيجو كان الريباوند احسن واحد في الفرقتين، ولكن النهارده في الهجوم لما بتلاقي السناتر والجردات شغالين اعرف كويس قوي ان الفرقه النهارده كويسه او صعب توقف. الكلام اللي بقوله ده صح؟
الكلام مظبوط 100%. بس انا كنت عايز بس اقول حاجه ثانيه واحده بالنسبه للكابتن ميشو اللي كان بيقولها، بيتكلم على نسبه الفاول شوتينج بالذات. الفاول شوتينج دي لو احنا لاحظنا النسبه الكبيره بيضيعها لعيب الارتكاز، ولاعيب الارتكاز دوت المهمه الاساسيه. كابتن ايهاب امين مجلي ربيع في اخر دقيقتين، معلش بس بس برضو كيجو مجلي 4، كيجو مجلي 4، انا شايف دوله مجلي، دوله مجلي. طب هقول لك استنى بس يا كابتن المحترف بتاعنا مجلي واحده، في وقت ثلاث رميات دول بس من أربعة. جيبهم الثلاثه دول تكسب الماتش. انا مش هقول لك طول الماتش اللي عملته، الثلاثه دول طبعا دي مهاره بتادي بدون اعاقه، ودي مهاره بتمرن عليها اللعيب. فصعب جدا ان يعني بصراحه نسبه وحشه جدا 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 بالنسبه لنادي الاتحاد. السكور بتاعه بتركز في الاربعه اللي احنا قلناهم يا كابتن هيثم، انس وهيثم ودوله والامريكي. يعني انت عندك مثلا ناخدها بالارقام، عندك انس اسامه جاب 13 نقطه يا كابتن ميشو وكابتن سلاعب. عندك هيثم كمال 14 نقطه، احمد عادل 14 نقطه، والمحترف نجيب المحترف بتاع الاتحاد حاطط 17 نقطه. يعني اقول لحضرتك سهله جدا، كله موجود. لا محترف، الاتحاد جاب 16. جاب 16. جاب 16. فانت عندك 16 ديكسون، وعندك 13 انس اسامه، ادي قول 30 30 و30 ما بين هيثم كمال واحمد عادل، يعني 60 نقطه حتى اربع لعيبه. 60 71 نقطه حتى اربع لعيبه بس في الاتحاد. لو بصيت على النادي الاهلي هتلاقي السكور متوزع، بس السناتر بتوعك بعيد. السناتر بتوعك ثلاثة بونت أربعة. أنا عايز أعلق بالمرة، مستر أجوستي بيسلم على الحكام، رأيكم في التحكيم امبارح بأمانة كابتن ميشو، يعني كلمتين كده قول رأيك في التحكيم. هل التحكيم الأجنبي بالمستوى اللي أنت شفته فارق عن المستوى بتاع المباراة؟ إحنا مش هنحكم المباراة، بس أنت شايف إيه؟ أنا شايف إن وجود الحكم الأجنبي بيدي نوع راحة نفسية سواء للاعيبة الأهلي أو لاعيبة الاتحاد، لأن لو أي حكم مصري موجود اي صفاره هتتقال لا اصل ده صفر للنادي الاهلي، لا ده اصل ده صفر للنادي الاتحاد. اي حكم كابتن لازم هيبقى فيه نوع من الاخطاء، بس انا شايف حتى الاخطاء بتاعتهم مش اخطاء فادحه، يعني ما فيش خطا مثلا غير لك نتيجه او مسار الجيم. خلي بالك ممكن يكون المستوى الفني بتاعهم مش من المستوى الاجانب اللي جم، بس يمكن عشان اول مباراه ممكن. طيب كابتن سلاوي رايح حضرتك ايه؟ بس في معلومه جات لنا من ارض الملعب، محمود وليد جارد الفريق الاول لمنتخب للنادي الاهلي بيشارك مكان عمر عماد. كان مستر اجوستي في اللحظات الاخيره خرج عمر عماد ودخل محمود وليد. التغييره دي كده من الاخر عشان الدفاع، من الاخر عايز ينزل لعيب شاب لو اداله الفرصه ينزل يمسك الجردات بره زي ما كان بيعمل عمرو زهران. فالنهارده لو محمود وليد هنشوف كمان اللعيبه وهي نازله اهو. لو شفنا طبعا عمر عزب لاعبنا، عندك طبعا بينادي على ايهاب امين نجم مصر والنادي الاهلي، عندك بعد كده عمرو الجندي، مروان سرحان. خلينا برضو بنراجع مع حضراتكم التشكيله اهو يا جماعه. سيف سمير كابتن الفريق، عندك مصطفى كيجو، ربنا معاك النهارده مصطفى كده تجيب لنا 20 ريباوند ولا حاجه. كريم حاتم ما تزعلش مني يا ميشو بقى، ماشي. عندك اهو محمود وليد، اهو محمود وليد فعلا اتاكدنا محمود وليد هو اللاعب اللي نازل ده، لسه نازل بيسلم. ده جارد نادي الاهلي والناشئين نادي الاهلي وسافر امريكا سنه ورجع تاني، مهيب ابو النصر عمر طارق. ده تشكيل النادي الاهلي، مستر اجوستي دياستي وطبعا لطفي والتشكيل وكابتن الجرحي. ده تشكيل الجهاز. هنروح تاني لنادي الاتحاد السكندري. طيب انا شايف برضو طيب خلاص هي لحظات وتنطلق المباراه. خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، استاذن ضيوفي واستاذن الساده المشاهدين، نروح لفاصل وبعد الفاصل نروح لارض الملعب ومعلقنا الكابتن احمد مناع عشان اللي حضراتكم احداث المباراه الاهلي والاتحاد، ونتقابل بين الفتره الثانيه والثالثه باذن الله. فإلى هناك.